نظمت وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية، والتي أقيمت ليلا وتأتي في إطار مواصلة الوادي استضافة بطولات الفروسية المحلية والدولية عقب قيام الوزارة بتطويره وفقا للمعايير العالمية في الرياضة الفروسية. تطوير وادي الفروسية على بحيرة عين الحياة بالفسطاط جاء إسهاما كبيرا من وزارة الداخلية للارتقاء برياضة الفروسية، حيث استضاف الوادي بطولات دولية ومحلية عديدة. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الداخلية على أرض الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية على مدار يومين بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. التجهيزات كأجواء وكده، الأجواء لذيذة، وأحب إن يتم يبقى في بطولة تانية إن شاء الله في النادي هنا. الإعداد بتاع الملاعب على مستوى عالي، وأرض الملعب اللي هو ملعب التقاط الأوتاد ملعب قانوني وملعب دولي يستضيف أي بطولة دولية. بصراحة يعني النهاردة انبهرت من التنظيم والملاعب المؤهلة بشكل جميل جدا للبطولة. أنا باجي هنا نادي وادي الفروسية حتى لو مش مشارك عشان أتفرج على البطولات هنا، بيبقى في أماكن كويسة جدا لأقعد أتفرج منها. نشكر القائمين على التنظيم في وادي الفروسية، وبنشكر وزارة الداخلية على توفير مكان زي وادي الفروسية يسمح إن هو يستضيف بطولات عربية وبطولات دولية بعد كده. وأقيمت البطولة ليلا في ظل تجهيز الوادي بمنظومة إضاءة ليلية متطورة. تبارى عدد من الفرسان على ملاعب الوادي التي تم تجهيزها وفقا للمعايير الدولية في رياضة الفروسية، وهو ما أشاد به الفرسان أنفسهم. تجهيز على أعلى مستوى، يعني احنا ما شفناش كده في أي مكان تاني في جمهورية مصر العربية. يعني ما فيش نادي يقدر يستقبل الكم دوت، او يستقبل ان انت تقدر تشتغل على اكتر من بطوله في وقت واحد. بصراحه وادي الفروسية عامل مجهود كبير جدا في تنظيم البطولات والحفلات من ناحيه الاراضي، سواء اراضي الاحماء، الاراضي كويسه جدا وكبيره فيها كميه، يعني عدد خيل كبير جدا. اضاءه جميله وانت بتعرف تتمرن بيها، والاراضي فايبر تريح الحصان، في كل المساعدات حتى لو حصانك اتصاب هنا. الوادي مجهز بفندق لإقامة اللاعبين، واسطبلات لإيواء الخيول المشاركة، غرفة الحكام مجهزة بشكل يمكنهم من رؤية الملاعب من كافة الزوايا. ميدان والتجهيزات اللي موجودة في وادي الفروسية لفت العالم كله طبعا الحمد لله، ولعبت في أماكن كتيرة قوي، ما لقيتش الاستعدادات والتجهيزات اللي موجودة في ميدان وادي الفروسية. ونشكر وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملينه ومنفذينه الحمد لله، وكويس ان احنا يعني في مصر ان عندنا حاجة زي دي. انا بشكر ربنا على نعمة مصر والمكان اللي احنا فيه، لان احنا انا شفت سافرت كذا دولة، انا ما شفتش مكان بالتنظيم ده والروعة دي. وتستمر وزارة الداخلية في دعم الرياضة في مصر وعلى رأسها الفروسية، وهو ما يؤكد عليه قيامها بتطوير وادي الفروسية ليصبح قبلة للبطولات في هذه الرياضة.